بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه سيد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني لعلم العلوم البلاغية سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سيد رئيس الاتحاد الدولي لعلم البلاغيات سيد مدير شعبة سياسة العلوم وقدرات البناء في اليونسكو سيد مستشار العمل الثقافي والتعاون للسفارة الفرنسية سيد مدير المجلس الدولي للاتحاد العلمي المكتب الجهوي لإفريقيا سيد مندوب شركة بروكر لأجهزة الأشعة السينية السيدات والسادة رؤساء الجامعات ورؤساء المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية والخاصة زملائي الأعزاء الأساتذة الباحثين أبناؤنا الطلبة والتلاميذ أيها الحضور الكريم نفتتح إشغال هذه الندوة العالمية التي تعقد بمناسبة اختتام الأنشطة العلمية في مجال علم البلوريات والتي نظمت في سنة 2014 السنة الدولية لعلم البلوريات هذه الندوة تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جلالته الذي تفضل بموافقته على إطفاء رعايته السامية على أشغال هذه التظاهر وكما لا يخفى عليكم سيداتي سادتي فقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن صادقت بتاريخ 3 يوليو 2012 على مشروع القرار الذي تقدمت به البعثة الدائمة للمملكة المغربية في الأمم المتحدة والذي أعلن 2014 سنة عالمية لعلم البلوريات وبناء على القرار الأممي نظمت افتتاحية هذه السنة الدولية للبلوريات بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 20 يونيو 2014 بالكلمات التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون والمديرة العامة لليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا بالإضافة إلى كلمة السيدة سامية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لقد تميزت 2014 بأنشطة كثيرة في مجال علم البلوريات في جميع الدول ندوات مختبرات متنقلة مؤتمرات قمم قارية تحت رعاية الاتحاد الدولي واليونسكو وبالذكر قمة كاراتشي بباكستان وقمة كامبينياس بالبرازيل وقمة بلوم فونتين بجنوب إفريقيا ومن أجل نشر الثقافة العلمية بين الشباب وحثهم على الاهتمام بالعلوم وخاصة علوم البلوريات نظمت مسابقة في تقنيات نمو البلوريات بين عدة مؤسسات تعليمية في مختلف دول العالم وعلى غرار الأنشطة التي نظمت في مختلف دول العالم فقد قامت الجمعية المغربية لعلم البلوريات بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلم البلوريات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بتنسيق مع المؤسسات الجامعية والتربوية الوطنية بتنظيم عدة أنشطة نذكر من أهمها تنظيم مختبرات متنقلة عبر المدن لتدريب أزيد من 150 طالبا وطالبة في تقنيات الأشعة السينية واستعمالها في مجال البحث العلمي ثانيا إنجاز تجارب في مجال علم البلوريات لفائدة عدة عدد من تلاميذ الإعدادي وجملة من طلبة الجامعة التعريف بأهمية علم البلوريات وانعكاسته على مجال علوم المواد
وصناعة الأدوية، تنظيم مسابقة جهوية في تقنيات نمو البلوريات. ونظراً للدور الحاسم بالمملكة المغربية في الإعلان على عن السنة العالمية لعلم البلوريات، صادق الاتحاد العالمي على منح المغرب شرف تنظيم حفل الاختتام لهذه السنة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الدولي لعلم البلوريات على عمله الدؤوب لنشر هذا العلم الحيوي في الدول، في جميع الدول وخاصة الدول النامية، ودعمه الدائم للاتحادات الوطنية. كما أشكر البعثة الدائمة للمملكة المغربية في الأمم المتحدة على مجهودهم الجبار الذي جعل حلمنا واقعا هذا، وكذلك وزارة الخارجية والتعاون في على تفهمهم ودعمهم للمشروع، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي، وبعثة اليونسكو بالرباط، وأكاديمية الحسن الثاني، ورؤساء الجامعات. كل هذه المؤسسات قدمت دعم للوصول إلى هذه السنة. كما أشكر السيد le secrétaire perpétuel, Amin Sir Daim, l'Académie, l'Académie de Hassan Tani, les علوم والتقنيات, على استضافته لهذا الحفل ولدعمه لكرامه ودعمه لهذا الحفل. كما أشكر شركة بروكر لأجهزة الأشعة السينية على دعمهم للمختبرات المتنقلة التي قمنا بها خلال 2014، وأشكر المعهد الفرنسي في المغرب على دعمه للمسابقة في تقنية نمو البلوريات. كما أتوجه بالشكر إلى مختلف المدعمين لهذه الأنشطة، وأذكر من بينهم زينوكس، ريداكو، أوكسفورد، أجيلانت، ديتريكس، فاناليتيكال، إنكواتيك، أنتون، بار، ستوي. كما أشكر الجمعيات الجهوية، الجمعية نقول فرنسية، الأوروبيان كريستالوغرافي أسوسيشن، والجمعية الأمريكية لك، والجمعية الأسيوية والأمريكية اللاتينية. كما أرحب وأشكر مدير سيزامي الذي لم يوجد معنا هذه الأمسية ولكن سيلتحق بنا غدا إن شاء الله. وأشكر في الأخير جميع الحاضرين الذين تحملوا عبء السفر وأقدموا من أقطار بعيدة من آسيا وأمريكا، فأشكرهم وأرحب بهم وأرحب بهم في 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 المغرب، وأتمنى لهم مقاما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله. للسيد أمين السير الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، فليتفضل مشكورا. Délégué, Monsieur le Président de l'Association marocaine de cristallographie, Monsieur le Président de l'Union internationale de cristallographie, Messieurs les représentants de l'UNESCO, de l'ICSU, de l'Institut français, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et en même temps un grand intérêt que je participe à la cérémonie de clôture de l'année internationale au nom de l'Académie Hassan II des sciences et techniques de l'année internationale de la cristallographie organisée par l'Association marocaine de cristallographie et l'Union internationale de cristallographie avec le soutien de l'Union internationale des conseils scientifiques, l'ICSU, de l'Académie des sciences du tiers-monde, la TOAS, et de l'UNESCO.
L'importance de votre réunion, comme vient de le rappeler Monsieur le Président, est rehaussée encore davantage par la sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohamed VI l'a entouré en lui accordant son haut patronage. Je voudrais à cette occasion exprimer notre profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour sa haute sollicitude. Le 20 janvier 2014 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de l'année internationale de la cristallographie au siège de l'UNESCO à Paris, avec la participation en duplex du secrétaire général de l'ONU, de la directrice générale de l'UNESCO, des représentants de notre ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, et de plusieurs personnalités scientifiques et politiques. Je voudrais saisir cette occasion pour mettre en relief la contribution de l'Association marocaine de cristallographie dans la prise de décision de consacrer 2014 comme année internationale de la cristallographie. Cette initiative, encouragée par l'Académie Hassan II des sciences et techniques, soutenue par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération, est présentée devant l'Assemblée générale des Nations unies par la mission permanente du Royaume du Maroc à New York. Je voudrais donc féliciter l'Association marocaine de cristallographie et son président, c'est Mohamed Abdelmalek Thalal, pour cette initiative et aussi pour la réussite des activités et événements scientifiques organisés dans différentes régions du Maroc, du Royaume du Maroc, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, et par l'organisation de plusieurs activités comme l'ouverture de laboratoires de démonstration de cristallographie, open laboratories, dans plusieurs villes du Royaume, pour célébrer, entre autres, les 100 ans de la découverte de la diffraction des rayons X par les cristaux. Découverte qui est à l'origine d'importantes avancées scientifiques qui ont jalonné la science au XXe siècle et qui ont été couronnées par l'attribution de 28 Nobel, prix Nobel de physique, chimie et médecine, dont 23 dans le seul domaine de la cristallographie. Mesdames, Messieurs, au début du XXe siècle, on a ainsi établi que les rayons X pouvaient être utilisés pour observer la structure de la matière sans toutefois la perturber. Cette découverte marque l'aube de la cristallographie moderne. La science, c'est-à-dire la science qui étudie l'arrangement des atomes dans les solides. Grâce à la cristallographie aux rayons X, les scientifiques peuvent étudier les liaisons chimiques qui lient les atomes entre eux. Ceci étant, les cristallographes peuvent non seulement étudier la structure des matériaux, mais aussi utiliser cette science pour modifier la structure des matériaux et ainsi leur donner de nouvelles propriétés en modifiant leur comportement. Depuis cette découverte, la cristallographie est devenue le cœur même des sciences structurelles. Elle a permis de révéler la structure, entre autres, de l'ADN, de comprendre et fabriquer des mémoires d'ordinateur. Elle aide les chercheurs à concevoir de nouveaux matériaux et créer chaque jour de nouveaux médicaments, par exemple. Elles sont présentes en force dans notre vie quotidienne et forment l'épine dorsale de plusieurs industries, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des cosmétiques, de l'informatique, ainsi que dans les industries électromécaniques, pharmaceutiques et minières. Aujourd'hui, la cristallographie peut se définir comme un ensemble de techniques très puissantes pour explorer la composition et la structure de la matière à l'échelle des atomes et des molécules. La cristallographie, c'est devenu un outil irremplaçable pour l'étude de toutes sortes de matériaux, qu'ils soient idéalement organisés, ce qu'on appelle les cristaux parfaits, ou partiellement organisés, comme les polymères, ou cristallisés artificiellement, comme des protéines, ou peu organisés, comme les liquides et les verres. Elle est aussi à la base de l'élaboration de la plupart des nouveaux matériaux, allant des cellules photovoltaïques aux composites, très présents aujourd'hui dans la fabrication, entre autres,
de l'industrie automobile ou aéronautique, industrie qui toutes deux d'ailleurs intéressent particulièrement notre pays. Pour montrer l'importance capitale de la cristallographie, je voudrais citer ce qu'affirmait M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion du lancement de l'année de la cristallographie. Et je cite, « Aujourd'hui, la cristallographie est au cœur des sciences structurelles, révélant la constitution des minéraux et les molécules de la vie, aidant les scientifiques à concevoir des matériaux de nouvelle génération et des médicaments capables de sauver des vies. » Mesdames, Messieurs, la célébration de l'année internationale de la cristallographie au Maroc a été, et encore une fois je félicite ceux qui ont pris cette initiative, a été une excellente occasion pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs marocains, spécialistes dans le domaine, de partir à la rencontre des élèves. Et ils sont aujourd'hui parmi nous, et d'ailleurs, nous leur souhaitons la bienvenue, et si vous permettez, nous allons les applaudir. De partir à la rencontre des élèves, des étudiants et même du grand public pour leur montrer que la cristallographie, véritable monde de la structure microscopique de la matière, est au cœur de plusieurs disciplines et source d'innombrables innovations. De nombreuses manifestations sous forme d'expositions, de conférences, d'animations, d'ateliers, ont été organisées et animées par des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans différentes régions du Royaume du Maroc, créant ainsi de nombreuses opportunités de dialogue entre la communauté scientifique et la société, en particulier les jeunes. Toutes les actions menées au Maroc à cette occasion, coordonnées par l'Association marocaine de cristallographie, ont sans doute permis de couvrir l'ensemble des disciplines associées à la cristallographie, ce qui a mobilisé les collègues des autres disciplines comme la physique, la chimie, les sciences de la terre, la biologie et les mathématiques. C'était d'ailleurs une excellente occasion pour démontrer l'interdisciplinarité de cette science. L'organisation de la cérémonie de clôture d'aujourd'hui est une occasion aussi pour faire le bilan, donc des actions réalisées, et pour discuter des meilleurs moyens au cours de ces deux journées que vous allez travailler, durant lesquelles vous allez travailler, pour discuter des meilleurs moyens permettant de valoriser les recherches faisant appel à la cristallographie, développer au sein des différents laboratoires et de débattre des conditions qui permettent à cette science de servir le développement de nos pays. Je suis convaincu que votre rencontre permettra d'approfondir le débat et la réflexion sur l'intégration et l'apport de la cristallographie dans le développement de la recherche scientifique dans nos différents pays, et également d'identifier des secteurs et niches d'activité vers lesquels un transfert des connaissances et de compétences à partir des laboratoires de recherche est utile pour les besoins de la société et pour apporter des solutions appropriées, ou du moins contribuer à apporter des solutions appropriées aux problèmes posés par le développement durable de nos pays. Je renouvelle, mesdames, messieurs, mes félicitations aux organisateurs et remercie les collègues étrangers présents en leur souhaitant la bienvenue dans notre pays. Tous nos voeux de succès à vos travaux et merci pour votre attention. Mr. Chairperson, ladies and gentlemen, it's my pleasure to be there today and to assist to these closing events. It's my pleasure for many reasons, and the most important of them is to be here with my students. And it's so important. I just have a chat with some of them, and I could realize how happy they are, interested, and more than that, some of them are not only enjoying being here with us,
but enjoy too, to meet with me the second time. So that one of them is just smiling right now. And it's my pleasure too, because at this real moment that we are thinking about transforming, and perhaps if I could use a more strong word, reinventing our education system, I think that this kind of initiatives are so important for us. It's so important because we have to change the way we are dealing with science. Most of you, of course, have heard about STEMs, science, technology, engineering, and maths. And one of the objectives that we have at the Ministry of Education and Vocational Training is to foster this kind of education. We think that STEMs are so important for the future of our country, but also for all of the world, for many reasons. But science for us includes two, humanities and social sciences, that we have to introduce in parallel, because they are so important. What I see in this event is that it shows us some way how we can change our approaches and methodologies. I think that having these students with a so short time of training undertake such kind of research, discovering by themselves a kind of science that they never heard perhaps about, and coming with results, is encouraging and showing us the real path. It's so important, and I think that also crystallography is something that may allow us to undertake what we can say the thematic driven kind of education. It means that instead of going through the disciplines, it's perhaps sometimes better to go through thematics and topics. And crystallography is something very important and interesting because it includes so many sciences, physics, chemistry, biology, and so on and more. And it's open the minds of the people, introduce some comprehensive approaches that may be very useful in education. So there's a reason I'm very happy to be there, and of course I will be happy also to reward all of these young people who performed so well. And I will conclude my presentation by thanking the organizer and the Moroccan Society of Crystallography, which is the president, the academy, and also the University Qadiayyad, the French Institute, and all of those who have allowed this contest and the organization of this session. And thanks to all. الآن يشكي إلى الوزيرة المنتدبة لدى الوزير تعليم عالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فلتتفضل مشكورة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السيد الوزير التربية الوطنية والتكوين المهني المحترم، السيد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني، والسيد رئيس جمعية الجمعية المغربية لعلم البلوريات، والسيد رئيس الاتحاد الدولي لعلم البلوريات، السيد ممثل اليونسكو، والسيد ممثل السفارة الفرنسية، والسيد مندوب شركة بروكر للأشعة السينية، و جميع السادة الحاضرين، السيدات والسادة والأساتذة يعني الطلاب، وتحية خاصة للتلاميذ المشاركين في فعالية هذه الفعاليات المتعلقة بتخليد السنة 2014 سنة دولية لعلم البلوريات. أيها الحضور الكريم، بدوري أود أن أعبر عن سعادتي للحضور معكم اليوم في افتتاح هذه الندوة العلمية التي تحظى بالرعاية السامية المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي طبعا تعتبر بمثابة حفل ختامي لفعاليات السنة العالمية لعلم البلوريات، وتعتبر كذلك تتويجا لمختلف الأنشطة التي تم القيام بها في مختلف أنحاء المعمور
بمناسبة تخليد هذه السنة وتخليد هذا الحدث البارز الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعاً أود أن أسجل اعتزازي بكون المغرب لعب دوراً مهماً في إعلان سنة 2014 سنة عالمية لعلم البلوريات، وأثمن المجهودات القيمة التي قامت فيها الجمعية المغربية لعلم البلوريات لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى المجهودات التي قامت بها ممثل يعني بعثتنا الدبلوماسية ومختلف الفاعلين في هذا الإطار. كذلك أشكر الاتحاد العالمي لعلم البلوريات على اختياره للمغرب لاحتضان هذا الحفل الختامي للطابع العلمي، والذي لا شك أن الهدف الأساسي منه سيكون هو تقييم ما تم إنجازه خلال هذه السنة من أجل تدارس سبل التأمين للاستمرارية الأنشطة المستقبلية في مجال علم البلوريات، وجعل هذا المجال يساهم في تطوير العلم بصفة عامة في المغرب وفي العالم كذلك، وبما يعود بالكثير من النفع على المشتغلين في هذا المجال وعلى المجتمع ككل. أيها الحضور الكريم، أكيد أن تخصيص سنة كاملة لتنظيم أنشطة مخصصة لعلم البلوريات كانت طبعاً الغاية والأساس منه، ليس فقط تنظيم أنشطة هنا وهناك مرتبطة بهذا المجال طيلة السنة بأكملها، ولكن أكيد أن الهدف كذلك هو المساهمة في إعداد استراتيجية دولية متكاملة لضمان استدامة لهذه الأنشطة، قصد إعطاء دفعة جديدة لهذا العلم المتميز، والذي من خلاله كما تمت الإشارة إليه في الكلمات السابقة لأمين السر الدائم للأكاديمية، أهمية هذا العلم في عدة مجالات متعلقة بصحة الإنسان وغيره. إذن قلت أن هذه المختلف الأنشطة لم تكن في الهدف منها الأساس وفقط القيام بأنشطة من أجل أنشطة، وإنما كذلك تدارس سبل الاستدامة لهذه الأنشطة ووضع استراتيجية عالمية لإعطاء دفعة جديدة لهذا العلم المتميز الذي يساهم فيها كل من له صلة بالموضوع، طبعاً من رؤساء جامعات وكليات ومديري مدارس عليا وأساتذة وطلاب، إلى جانب المقاولات والجمعيات العلمية والمؤسسات الرسمية، وذلك من خلال برامج تعليمية، مشاريع بحثية مشتركة وبرامج تعاون دولي وإصدارات علمية متخصصة في هذا المجال. بالطبع لا شك أن هاجس المستقبل سيكون حاضراً بقوة في هذه الندوة التي ستنكب على التفكير في علم البلوريات للجيل القادم من خلال استثمار الثورات الذي راكمته أنشطة هذه السنة الدولية، وهو ما يستدعي إنتاج أفكار جديدة، وأكيد أن هذا أمر إن شاء الله سيكون مضموناً إذا عرفنا القيمة العلمية الكبيرة التي يحملها المشاركون الحاضرون في هذه الندوة من مختلف أو من عدة دول من أنحاء المعمور، ولكن أيضاً التفكير في تطبيق هذه الأفكار وخاصة ما يتعلق بالشروط المادية الكفيلة بتحقيق الأحلام البلورية. إذا كنا نتحدث عن سنة بلورية وعن اختتام فعاليات بلورية، فأكيد كذلك أن المشاركون في هذه الندوة وفي مختلف الفعاليات لهم كذلك أحلام بلورية يودون تحقيقها على أرض الواقع، مما يستدعي كما قلت من جهة استراتيجية لتحقيق هذه الأحلام، ومن جهة أخرى البحث عن موارد مالية كافية لهذا التحقيق، ومن جهة أخرى طبعا مساهمة مختلف الباحثين في على مستوى البحث العلمي المتخصص مع طبعا الشراكات الدولية والشراكات مع المقاولات لترجمة هذه الأحلام وهذه الأبحاث إلى أشياء ملموسة على أرض الواقع تحترق عفوا إلى مستوى طموحاتكم وإلى مستوى انتظاراتكم. إذن بالطبع أود يعني أن أجدد سعادتي بالتواجد معكم، وأتمنى لأشغال هذه الندوة كامل النجاح. وفي الختام طبعا أشكر بدوري كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة العلمية، خاصة منظمة يونسكو ومكتب إفريقيا بالمجلس الدولي للعلوم والأكاديمية العالمية للعلوم، وكما لا يفوتني طبعا أن أشكر بصفة خاصة أكاديمية العلوم والتقنيات في شخص أمين سرها الدائم أستاذ عمر فاسي الفهري على احتضان هذه التظاهرة. اشتغلنا خلال هذه السنة إلى جانب
رئيس الجمعية المغربية لعلم اللوريات من أجل أن يعني نحظى بشرف ختام فعالية هذه السنة في المغرب، وكان للأستاذ عمر فاسي دور مهم في هذا الإطار. طبعا هذه الدورة العلمية لا شك ستؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ تطور علم اللوريات، وأتمنى أن تكون بإذن الله مفعمة بالإنجازات العلمية وتطبيقات التكنولوجية المفيدة للإنسان في مختلف دول المعمور. إذا مرة أخرى أعبر عن سعادتي بالتواجد في هذه الجلسة الافتتاحية لختام سنة اللوريات، ومتمنياتي بالنجاح لأشغال هذه الندوة. وبدوري كذلك أود أن أعبر بسعادة خاصة عن وجود معنا مجموعة من التلاميذ، لأن طبعا المعول عليهم دائما هم جيل المستقبل. الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان من خلال مساعدته على تطوير مهاراته وكفاياته ودراياته، ومساعدته على تطوير مستواه العلمي ومشاركته في الأبحاث العلمية. لا شك أن هذه القدرات إذا بدأها الإنسان في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، فحينما يصلنا طالبا جامعيا تكون له مجموعة من التجارب التي تؤهله إلى المساهمة بشكل أكبر، وتكون مسيرته العلمية الطلابية إن شاء الله مسيرة ناجحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن لسيد رئيس الاتحاد الدولي لعلم